بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أجدد لكم التحية مرة أخرى بانطلاقة الشوط الثاني عشر لفئة الحقائق القعداني. ينطلق من مسافة الكيلوين، يحمل بذاته هذه الشعارات اللامعة والمتميزة المشاركة في جروب التحدي ومركز الشريعة بأول أيام هذا الختامية المتميز. نتابع هذه الأسماء المتواجدة الباحثة عن الناموس. البداية مع هياض علي بن راشد الخاطر، يتقدم ويقدم لنا هياض على صدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني نتابع شاهين شهوان بن مسفر الشهواني مع المركز الثاني. المركز الثالث نتابع راهي للشبيب بن محمد النعيمي مع المركز الثالث. المركز الرابع هنا يتقدم بهذه اللحظات عنيد عبد الرحمن بن عبد الله العيدة، يتواجد على المركز الرابع. خامسا هنا الواصل منصور بن عبد الله العطية يحتل المركز الخامس، تسلل إلى الرابع بهذه المنافسة المشرفة. هذه نتيجتنا للخمس المراكز الأولى المتواجدة المنطلقة في تحديات ومسار هذا الشوط. نعود مع البداية، هياض مع البداية ما زال قائدا لمجريات هذا الشوط. علي بن راشد الخاطر مع البداية يحتل المرتبة الأولى بانطلاقته بتحديه بتواجده على صدارة هذا الشوط. المركز الثاني يتابع شاهين لشهوان بن مسفر الشهواني، احد نجوم المتألقين دائما وابدا، يتواجد في موقع المنافسه والتحدي، يحتل المركز الثاني. المركز الثالث هنا يتقدم الواصل منصور بن عبد الله العطيه، متواجدا متحديا على المركز الثالث. هنا يتقدم بهذا الاداء، ينطلق بهذا التمييز والابداع. اكتفي بالثلاث المراكز الاولى المتقدمه والمنفرده في صدارة هذا الشوط. أعود مع البداية، هياض مع البداية ما زال قائدا لانطلاقة هذا الشوط. علي بن راشد الخاطر، ولكن شهوان بن مسفر الشهواني يواصل مسيرة الضغط على المقدمة بقيادة شاهين الذي ما زال يضغط على صدارة الشوط من أجل الناموس ومن أجل الانتصار. بدت الحركة وبدت المعركة من أجل الناموس. هياض وشاهين الخاطر والشهواني في منافسة شيقة من أجل الانتصار ومن أجل الناموس، ولكن شهوان بن مسفر الشهواني يتسلل مباشرة، يتقدم مع شاهين، ولكن الخاطر ما زال في المنافسة، ما زال مع اللحظات الأخيرة. شهوان وهياض، هياض وشهوان، الخاطر والشهواني في منافسة هنا مع المقدمة ومع اللحظات. مشاهدي الكرام، تهانينا والناموس لشهوان بن مسفر الشهواني على النقطة السادسة التي حصل بها عليها في هذا الصباح بفوز شاهين، 3:06.64 جزءا من الثانية. تهانينا وألف مبروك.